المصائب ما يشوف في آيات. الذي يحصل في الناس، إنسان يحكي أحد المشايخ يقول مرة في المرات كنت في سوق، يقول فجأة يعني حصلت جلبة في المكان. الجلبة يعني هورة، احنا نقول هورة حصلت في المكان، مو مستوي هناك. قالوا اثنين أو ثلاثة يتضاربوا مع بعض وكذا، والناس تلتم من كل مكان. واحد منهم شل يعني اتفق مسدس حاجة من هذا القبيل ويبي يضرب الثاني، والرصاصة بدل ما تصير حال ذاك راحت حال واحد جالس يتشوف من محله، وتقل الرصاصة فيه هو وقتلته، بايع في أحد الدكاكين يعني. الحين الواحد من اللي حاضرين يعرف هذاك الشيخ، قال له يقول له الحين بسألك، مو ذنبه هذاك؟ أنت تقول إنه كل شيء من الله، إنه كل شيء من الله، وإنه هذا التقدير من الله، وإنه ما يقع في هذا الكون شيء إلا أراده الله أو سمح به الله سبحانه وتعالى. إذن أذاك تو مو ذنبه؟ قال له يقول له أنت ما شفت إلا جزء من القصة بعدك، أنا وياك ما شفنا القصة بعدنا، مو وراها. إحنا شفنا إنه إنسان ضربته الرصاصة وكأنه بريء، لكن أنت هل تعرفه؟ قال أنا ما أعرفه. يقول أنا تعمدت، عاد الشيخ وحده يقول أنا تعمدت إني أروح العزاء. يقول ورحت سألت عنه إنه هذا من هين وكذا، قال من المكان الفلاني. يقول وتعنيت حل العزاء، يقول بس أبغى أعرف مو الحكمة اللي واقعة هنا في هذا الموضوع. يقول صرت أعزي ولقيت العزاء وصرت معهم وعزيتهم وكذا وكذا، فقلت من أهل يعني القتيل هذا؟ يقول وفي جواري يعني أشخاص قالوا إحنا يعني هذا عمنا. فقال لهم أبغى أسأل بس كيف كانت أحوال عمكم؟ قالوا له ما من ليلة إلا وأمنا تنهضنا نص الليل ندعو عليه، والسبب أنه أكل مال أبينا، واليوم عرفنا أن الله سبحانه وتعالى انتقم لنا منه. يقول هناك بس يعني المسألة اتضحت، إذن الأولي اتهم الله سبحانه وتعالى، أما هذا أهل العلم فعرف أن وراها حكمة، لكن إحنا لا نعرف من القصة إلا القليل. إذن كل ما يحصل لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحداً.